رجعنا مع حضراتكم وفقراتنا الحواريه الاولى في البيت الكبير. اثنين من النقاد الكبار جدا معانا النهارده ومشرفنا في البيت الكبير، الاستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي الكبير بجريده الاهرام، ومعانا طبعا الاستاذ الكبير عصام شلتوت مستشار التحرير بموقع القاهره 24. برحب بيكم في البيت الكبير استاذ عصام. اهلا بيك على حضرتك. هاني ازي حضرتك استاذ محمد؟ منورنا في البيت الكبير. ربنا يخليك يا كابتن هاني، دايما بنشرف ونسعد بوجودنا معاك، وسعيد بتواجدي مع الاستاذ الكبير. ربنا يخليك يا استاذ حبيبي يا اول عيشة العمر. احنا كمان بنسعد بيكم دايما وبنفتح حوارات وبنتكلم ان شاء الله على اكيد ملفات النادي الاهلي، وبدايه من النهارده لغايه يوم 27 ان شاء الله. زي ما قلت احنا دايما سبورت لاولادنا للجهاز الفني، ان شاء الله بنتعامل مع الامور بهدوء باحترافيه، ولكن كمان بنحلل المواقف وبنحلل خاصه يمكن مباراه امبارح. هبدا بيها استاذ محمد، شفت المباراه ازاي؟ مش على مستوى النتيجه لكن على المستوى الفني، على اداره موسيماني للمباراه. تمام، يعني طبعا يعني انا بنبارك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي الوصول لنصف النهائي، طبعا بطوله مهمه جدا. صحيح. على مستوى البطولات المصريه ثاني بطوله على مستوى مصر الاهلي وصل فيها للنصف النهائي، ان شاء الله يكمل فيها حتى يصل الى كاسها باذن الله. يعني شايف المباراه يعني كانت تجربه كبيره وتجربه حلوه بالنسبه للموسيماني، بالرغم من عناصر كتير جدا من اللعبة الاساسيه، سواء الدوليين اللي جايين مجهدين وتعبانين، او ان هو بيفضل يريح بعض اللعيبه او بيخفي بعض اوراقه. يعني المباراه دي ليست مقياسا او معيارا، بدليل احنا قعدنا يمكن في حاله قلق لحتى اخر لحظه، مع انك انت مع كل التقدير لفريق ابو قير للاسمده والفرق كبير جدا بينه وبين النادي الاهلي، لكن في النهايه النتيجه ظلت معلقه حتى اخر لحظه. كان ممكن لو اي كره طايشه في اي لحظه ممكن تخش جون، زي الجون اللي دخل فيه اي كره كانت ممكن تعمل لك مشكله، لكن المؤكد ان هو استفاد منها بدرجه كبيره جدا، وعمل نوع من اللخبطه. يعني ما حدش عارف هو عمل ايه ولا اشتغل ازاي ولا وضح لك اي صوره ولا جمل ولا اي حاجه. يعني اشعر ان موسيماني خبى يعني جملا وخططا وتكتيك ولاعبين خبى في هذه المباراه، لم يفتش ولم يظهر اي اوراق على الاطلاق، هو حقق الهدف المطلوب منها وانتهى الامر بالنسبه له. اعتقد ان الامور هتكون مختلفه تماما خالص، لكن طبعا كان مهم جدا انك تتجاوز هذه المرحله وتعدي، لان بطوله الكاس دايما بطوله المفاجآت. يعني في النهايه يعني ما فيش مقارنه بينها وبين بطوله الدوري، بطوله الدوري ده حاجه تانية خالص مختلفه تماما، ودي بطوله الانديه الكبيره العظيمه في كل العالم. اما بطوله الكاس ممكن تجد اي فريق حتى ولو من الدرجه الثالثه ممكن يصل للنهايات. يعني حتى شفنا فريق اف سي مصر وهو فريق غير مكتمل، حتى ما كانش معاه لعيبه، يعني كان قاب قوسين او ادنى ان يطيح بالزمالك خارج الكاس لولا ان زاك يعني اخر دقيقه. الزمالك هو عامل اللقب يعني بالظبط، يعني عامل اللقب، كانت عمل مفاجاه كبيره جدا حقيقه. يعني فطبعا يعني انا شايف ان هي كانت تجربه كويسه، يعني زي تمرينه كويسه جدا كده اتمرنوا فيها، والاهلي حقق هدفه منها. يعني استاذ عصام، هو تقريبا نفس الحكايه، وعجبني قوي فكره موسيماني، يعني تبادل خواطر او يعني نفس الخواطر انا واخويا وصديقي الاستاذ محمد الروسي، ان الراجل حط الجيم وعارف انه متراقب، لكن مثلا الجهاز الفني لمنافسه هيبقى مركز انه الخطه دي بس باللاعبين دول، فراح قالبها انه احنا بنعمل تقسيمه بيستفيد من احتياطي في بنك الاحتياط. احنا دايما بنتفق مع حضرتك انه الكبار عندهم بنك احتياط مش دكه بدلاء، وبالتالي ترك مساحه يعني كامله للاعبته، ما عدا حرصه على لعب الكوره. الراجل ده من المدربين العاشقي لعب الكوره، يعني من اول ما الجون يحط الكوره لحد او يعمل باص لزميل بقدر الامكان، يعني مش لازم طبعا توصل له كل مره صح، وبالتالي لا بعيد خالص عن هو بيفكر ايه في ماتش نهائي في القمه الافريقيه في العرس الافريقي في يعني خطبته ليه ود الاميره السمراء، الامر بالنسبه له مختلف. انا على يقين ان الراجل ده انتهى من طريقه اداء خطته في مباراه الزمالك، وما تبقى هو ده اللي ممكن يطمن جمهور الاهلي. الراجل صاحب رصيد طويل من النهائيات، مش بس في القاره السمراء، من لعب النهائيات، وبالتالي هو مزج بين، علشان البعض يقول لك اصل في ناس تعرف تكسب ماتش واحد وفي ناس تعرف تكسب ماتشات، لا الراجل ده عنده الخليطين، يعني يقدر يلعب مسابقات طويله وهو ايضا عنده حرفه النهائيات، وبالتالي هو دلوقتي بيضع كامل قدرات لاعبيه لتنفيذ التكتيك اللي هو حاطه. التميز اللي هيكون عند موسيماني كمدير فني في اللقاء هو ترك مساحه، ما اعرفش بتحسبوها كام في الميه، بعد التزامك التكتيكي بانك تلعب كره قدم انجوي فوتبول، وبالتالي هيعتمد مهارات اللاعبين
من خلال طريقة اللعب وأدائه للتكتيك وخطط اللعب عرفت أنه لاعبه يعني أو نجوم منافسه الزمالك طبعا مدي اللاعبين مش بريف عنهم أو بعض اللقطات عشان يشوف هذا اللاعب وكيف يراقبه، لا عشان يقول له أنا بوريك لعبه وريني أنت هتعمل ايه، وده بيحصل على مدار التقسيمات يعني، وكان يحول اني رمزي لبن شرقي مثلا وانا حمدي فتحي، فوريني انت هتعمل ايه في بن شرقي، مش هتوقف بن شرقي ازاي، عارف فكره الشطرنج يعني من خلال كره القدم، عسكري بعسكري حصان بحصان وهكذا، اتصور ان موسيماني شغال وده اللي ممكن يعمل اريحيه للاعبي النادي الاهلي انهم عندهم فرصة طويلة لاستمرار التدريب على التكتيك ده مع مساحتهم هم الخاصة أو أدواتهم بالتحديد الفنية ومهاراتهم واستغلال ما هو فردي. صحيح، هنرجع طبعا للمباراة النهائية والممكن الشكل هيبقى ازاي، لكن الأستاذ محمد امبارح لاحظنا ويمكن قبل المباراة كان في بعض الكونات، هيلعب موسيماني هيلعب ازاي، هيا ترى هيلعب باللعيبة الأساسية أو هتبقى بروفا على مستوى واضح بالنسبة لمباراة الزمالك، لكن امبارح أعتقد كان غياب عدد كبير جدا، أعتقد كل اللعيبة الدولية يعني غياب محمد هاني، أيمن أشرف، بتتكلم على علي معلول، بتتكلم على بدايات مثلا عمرو السولية، ديانج، بتتكلم على الشحات، أجايي، يعني أعتقد 90% من اللعيبة يمكن نزل أفشا ونزل ديانج، لكن بداية المباراة كان بيعتمد بشكل كبير على عناصر صغيرة ومنها اتنين لعيبة صغيرين، العربي بدر وأحمد كوكا في وسط الملعب. شفت أدائهم إزاي المجموعة ديت، وفعلا هي كانت ده الواضح من موسيماني إن هو عنده سكة واحدة، إن هو خلاص عارف بالظبط هيلعب إزاي يوم 27، وبالتالي هم في المباراة ديت أكيد الخروج بمكسب والاطمئنان على بعض اللعيبة الصغيرة وإعطاء الفرصة كمان للعيبة زي أحمد الشيخ، زي وليد سليمان، زي باجي. يعني يمكن بعض التوقعات، وهنا كنت بتوقع أنه يبدأ بالأساس ويغير بعد ما اطمئن على النتيجة، هو بدأ العكس، بدأ بالمجموعة البديلة أكتر مع تطعيمات بسيطة جدا، وجي في النهاية خالص إدى اللعيبة حتى ديهم إحساس المباراة والملعب كان نوع من التدريب القوية أو التجهيز البدني والفني وحساسية المباراة، وكان مهم جدا. اللي عجبني قوي الفرصة اللي خدها العربي بدر وأحمد نبيل، العربي الحقيقة يعني من المباراة الجميلة اللي قدمها، لعب بشكل جيد بشكل مؤثر، يعني لعب ليه مستقبل كبير جدا مع النادي الأهلي إن شاء الله في المرحلة المقبلة. يعني شفنا بقية اللاعبين بيأدوا برضه في إطار المطلوب، يعني أنا حاسس إن النادي الأهلي لعب على قد المباراة حتى بعد ما جاب الجونين، يعني الجون الثاني بيتسجل وهم بيبقى ناقصين لاعب، بيطرد لاعب، طبيعي جدا انك انت تسجل جون وثلاثه واربعه، الاهلي ما ضغطش يعني فضل ماشي على قد المباراه وعلى قد حجمها، وحتى اطيحت فرص لبعض اللاعبين وخصوصا اليو باجي، كان ممكن تخلص المباراه بثلاثه واربعه وخمسه، لكن في فرص اهدرت بشكل كبير جدا، عادي جدا الامور مرت بسلام. خلينا نتكلم بكل امانه وكل الاحترام طبعا، اعتقد فريق ابو قير برضو قدم مباراه طيبه جدا جدا كاس جدا. طبعا انت عارف احمد كاس اخرج كل ما لديه كانه على حسب امكانياته يعبر عن نفسه وعن هذا الابتعاد عن وجوده، انا اسف يا اوسي، عن وجوده ضمن الاختيارات الدائمه لمدرب المنتخبات الحقيقه. احمد كاس مدرب كويس، يعني اذا كان الاهلي يعني دوافعه ممكن تكون اقل شويه، لكن ابو قير دوافعه غير محدوده، مباراه العمر بالنسبه له، يعني قد لا تتكرر هذه الفرصه بالنسبه لابو قير يعني، وفي نفس الوقت معاهم الكابتن احمد كاس، راجل كوير ودماغ كبيره وكوتش وعارف النادي الاهلي وحافظ النادي الاهلي، ودي كان دافع لكل اللعيبه، يعني حتى كل لاعب دي كانت فترينه عرض بالنسبه لفرقه ابو قير، زي ما هي كانت فترينه عرض بالنسبه لفرقه اف سي مصر اللي هي تحولت الى زد مستقبلا يعني. فطبعا دي بتواجه صعوبه كبيره جدا، انت لما بتواجه فريق يعني اقل منك او اسم بعيد عنك ده بيتعبك كتير جدا، لانه بيبذل جهد مضاعف جدا طول المباراه، حتى لما بقوا 10 لعيبه من الدقيقه 24 ما حسيناش ان هم ناقصين على الاطلاق، يعني كان طبيعي جدا ينهاروا قدام الاهلي ويشيلوا خمسه وسته، لكن صمدوا وقاتلوا وقووا وكادوا يوصلوا لمرمى الاهلي وكانوا مزعجين حتى اللحظه الاخيره يعني. فطبعا كل التحيه والتقدير لفرقه ابو قير والكابتن احمد الكاس، لكن في نفس الوقت طبعا يعني انا بحيي موسيماني على التمويه الكبير اللي عمله في المباراه، اعتقد ان الشكل اللي قدم بيه ان احنا ما فهمناش يعني ما عرفناش اي حاجه خالص، يعني
ما ادناش اي اشاره. ايوه صحيح، ما ادناش اي اشاره لشكل يوم 27 الحقيقه، اي اشاره. حتى في لعيبه من الكبار اللي هم الدوليين وغير الدوليين من الاساسيين نزلوا، يكاد بعضهم يكون ما لمسش الكوره، يعني مجرد ان نزل وجري في الملعب وتحرك يعني حوالي 7 8 دقائق 10 دقائق، ده كان الهدف الاساسي بعد ما تحقق الهدف الرئيسي هو التاهل لنصف النهائي. في حاجه عجبتني جدا في المباراه، طبعا الهدف اللي احرزه ابو قير، ومباشره بعد الجول دوت جت اللقطه على الموسيماني وهو كمان بيشرح للعيبه اللي بره الجون ده جه ازاي. أيوة. او جه ليه، او ايه الخطا اللي حصل عشان يجي الجول ده. فمهم جدا ان كمان المدير الفني عايش المباراه بشكل جدي. اكيد طبعا مباراه مهمه لانها في بطوله، لكن شرحه كمان للناس اللي قاعده على الدكه بره بتدي انطباع انك خلي بالك احنا يعني انت موجود. ما هو تاكيد اللي هو شفته ربما يعني يكون عن شيء كابتن هاني هو كان بيقوله او خطا ما بيحبش انه يكرر. مره شاور لبادجي على حاجه، انت واحد واثنين حاجه كده، وعمل له كده ليه، وبعدين راح مبتسم وقال له يلا في مباراه، يعني في بدايات وجوده مع النادي الاهلي. وده معناه ان الراجل عايش الفرقه قبل ما يكون عايش الماتشات، يعني هو بقى بينه وبين لاعبته. واعتقد انت يعني كمحترف رحت لغايه كلاس ايه، عارف ان دي مهمه قوي. يورجن بيعملها طبعاً، بنشوفها يعني. جوارديولا الراجل شيخ الطريقه الوحيده الان في العالم بيعملها، اللي هو بينه وبين لعيبته كلام، اللي هو من نوعيه ايه، طب ما فيش واحده تجيبها جون ممكن يقول للفرد بتاعه كده، طب وبعدين هنستنى كتير. يعني مش حكايه تلعب لده، مش لا فرق كان مهم شركات. جدا بيقول لهم حتى يعني ده الغلط حصل لان المفروض كنا نوقف على خط واحد. أيوة. شفته، يبقى حتى لما يجي يشرح بعد كده يبقى الدنيا انتهينا منه بالزبط. عشان كده اللي بيقوله اخويا القوسي عن فكره التمويه، هي مش مجرد تمويه وبس، هو مجرد حد خلاص بقى عنده اكتر من طريقه لتنفيذ خططه. وبالتالي هو امبارح كان محتاج ان اللعيبه اللي هي احتياطي الاستراتيجي يبقى مضغوط عليهم، وهتلاقيه من ضمن فنيات الكره يعني حسب يعني خبرتي، هو كان حابب الضغطه دي على لاعبته علشان يبقى عنده يعني في بنك الاحتياط لعيبه ذات تاثير ما قعدتش كتير وما استنتش كتير. اللعيبه الجدد الاثنين واضح ان الراجل رهانه عالي قوي على العربي بدري تحديدا. أيوة. والعربي بدري يذكرك باحمد فتحي، مش بس كظهير ايمن، انك تقدر تلاقيه ديفندر، تقدر تلاقيه سيرد باك، لكن كابتن ربيع بيلعبه كمان 10 يعني من ايوه يعني بيحطه نمره 10. كنت لسه اقول لحضرتك، وبالتالي الراجل رهانه على ده، وعشان كده لازم جمهور الاهلي ياخد باله، عشان كده ما بقاش في مطالب يعني متعاظمه للمدير الفني للاهلي، رغم ان القاعده في الاهلي اذا طلب هيجاب بعد نقاش فني يعني، لكن الراجل مالوش مطالب في محترفين كثر، وعايز يشوف التيم من جوه، وعايز يصعد ما يسمى ابن النادي طبقا للمنظومات الدوليه. كل فرق العالم بيبقى فيها اللي خارج من يعني مدرسه، وهو متعود في مدرسته كمان على الفرقه بيكون متوسط الله ينور عليه متوسط اعمار، وخارج من عنده، خارج من عنده هو النادي. قبل اللي بيطعم بيهم علشان يكسب ولاد الفرقه ولاد النادي الخبرات المتعاظمه دي. وبالتالي انا موافق جدا، وكاننا يعني متفقين بعقد انا والاستاذ محمد، انه الرجل يعرف ماذا سيكون عليه شكل الفريق وشكل الاداء يوم مباراه النهائي، خاصه وانه هو تقريبا مذاكر باتشيكو. باتشيكو حتى في المباراه اللي تخلى فيها عن نجومه، لما جه يدفع بنجومه دفع بيهم وهم ما كانوش مؤهلين انهم يلعبوا، لكن واضح ان تغيير ديانج لما لعب واضح ان هو عايز يمشيه في الملعب زي التدريبات اللي بتعملوها لما توصلوا عندكم بكره ماتش فتبقوا دوستوا بس الاستاد كده التمرين الاخير زي ما بيقولوا. عشان كده ممكن يكون هو باني على ان باتشيكو شغلته الاساسيه في اجندته ازاي يقف اولا ثم يبحث عن باقي احتياجاته في المباراه. الاثنين المدربين هيخلوا الماتش شكله حلو قوي، وهيخلوا الماتش كله كوره، لانه هيلعبوا مع بعض بينج بونج لغايه اما حد يحاول يخلص النقطه زي ما بيعملوا. طيب. ثم ينقلبوا في بعض الاوقات لرقعه شطرنج على النجيل الاخضر يعني. تمام هاخدكم في نقطه ثانيه خالص، ويمكن استاذ عصام وحضرتك استاذ محمد دايما كنا بننادي ازاي يبقى عندنا دوري منتظم، وازاي توصل مسابقتنا يبقى انت
يعني تعرف خلاص الدوري هيبدا يوم كذا، امتى ويخلص يوم كذا، ارتباطك الدوليه، كل ده محطوط في اجنده. بكره في قرعه، طبعا اتحاد الكره بيعمل قرعه للجدول او الموسم القادم ان شاء الله باذن الله 2021. استاذ محمد، رؤيتك ايه للجزئيه ديت، وهل فعلا هيتم ان احنا بكره هنشوف ان في جدول للدوري بدايته يوم كذا ونهايته يوم كذا؟ هو احنا طبعا يعني بقالنا سنين طويله جدا بنحلم، يعني ده حلم، يعني حلم طويل جدا بالنسبه لنا ان احنا تكون عندنا مسابقه هتبدا يوم وهتنتهي في يوم معروفه يعني. لكن هذا الحلم للاسف دايما بيتحول معانا الى كابوس لا ينفذ على الاطلاق يعني للاسف. فانا مش عايز احلم تاني يعني، لان كل الوعود اللي حصلنا عليها على الاقل في الاربع سنين الاخيره، يعني حتى على مثال على مستوى الاربع سنين الاخير لما تولى المهندس هنا بريده، والحقيقه انا كان ليا طموحات كبيره جدا معاه، شخصيه دوليه كبيره جدا في الفيفا او في الكاف، وكنت منتظر ان مسابقاتنا تكون منتظمه بشكل كبير جدا، لكن هذا لم يحدث. بعد ما حصلت الاستقاله او الرحيل اتحاد الكره وجي السيد عمرو الجنايني، اول تصريح قاله وقال سجلوا عليا الدوري سيبدا في ساعه وسينتهي في ساعه، مش في يوم، الساعه كذا ينتهي الدوري. ولكن طبعا جاءت الرياح بما لا تسال الشفن، طبعا كان في حاجات هم مسؤولين عنها وحاجات ظاهره كورونا اثرت طبعا بشكل كبير جدا. انا لست متفائلا لوجود دوري منتظم يعني، حتى الان انا لا اعلم من هو رئيس لجنه المسابقات الجديد. كنت لسه هسالكم مين يعني، احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش. ما هو ده غريب يعني، تقريبا جايب لنا علبه كده ويفتحوها ويطلعوا ويعلنوا عن اسمه بكره. طبعا طب ازاي يعلنوا عن اسمه بكره اللي هيعمل المؤتمر هو رئيس لجنه المسابقات، يعني اللي مخطط للمسابقات واللي عامل الجدول والمنظم لكل حاجه واللي هيطلع يصرح واللي هيسال في كل نقطه هو رئيس لجنه المسابقات. من هو رئيس لجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم؟ حتى الان لا يوجد احد. تخيل تنفع مسابقه لغايه ميعاد المؤتمر بكره؟ ده ما انا والله العظيم يعني 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 الغريب ان اتحاد الكره مازن مرزوق او مازن مرزوق اعلن، ما اعلنش مازن، طلع نفى يا كابتن. لم نجد اعلانا رسميا كابتن المهندس مازن. نيم جورنالجيه جايه لك اهو. مازن طبعا مازن طبعا على فكره مازن مميز جدا طبعا، مميز جدا بس ما اعلنوش حتى يعني. الطبيعي جدا كان المفروض اتحاد الكره مش قبلها باسبوع من بعد حسام مشي، من لحظه حسام، لما حسام ماشي معروف مين اللي جاي لجنه المسابقات، عشان كان المفروض هو زمان قاعد. طب مين اللي حط الجدول اللي هيتعمل بكره، ومين اللي هيعمل قرعه، ومين اللي هيتكلم، ومين اللي هيتحرك؟ يعني الحقيقه وضع مبهم يعني لا يدعو للتفاؤل في امكانيه مسابقه منظمه لها بدايه ولها نهايه محدده. ايه الصعوبه في كده يا استاذ؟ الحقيقه ما اعرفش يعني، والله العظيم بجد يعني كل شيء تبحث له عن يعني راس وقدمين بيمر بجسم، احنا ما بنلاقيش ده. ما بين يعني صراخ ان ما فيش سبورت فنعمل السبورت، والكلام يبدا وينتهي عن ساعات مش ايام يعني، بحسب يعني كلام الاستاذ القوصي، ثم تنقلب كل دي والمداراه بقى وراء يعني انه اعطى الفرصه للاهلي، للزمالك، لكذا، لماذا، بينما لم يطلب احد فرص. الكل يطلب نظام واضح، حتى في فكره الترحال على اتحاد الكره ان يفرض المواعيد الدوليه، لان كره القدم بيزنس وصناعه لمشارك في بطوله قاريه. لو عنده الاجندات الدوليه ما هياش من دلوقتي معروفه لغايه من عندك كام سنه يا كابتن، ما عدا ايام كورونا. ومع ذلك بيحاولوا يعني الناس في الاتحادات القاريه وطبعا الاتحاد الدولي محاولات تثبيت. وبالتالي انا مش عارف ايه السبب وايه السر انك لا تعلن الاسم. كنا نتصور انه المهندس حسام الزناتي بيستقيل الله استقاله نهايه الموسم، ثم سيبدا هو موسم اخر، او على الاقل يستكمل مع اللجنه الى ان ينتهي دورها تماما. ثم فوجئنا انها استقاله بالثلاثه لا رجع فيها، والدليل انه مش هو اللي موجود بكره. طب هل هو يعني اخر حاجه عنده كانت في الهوم وورك انه يسيب جدول جديد مثلا قبل ما يغادر مبنى الجبلايه؟ وارد جدا. طب قولوا لنا بس حتى يشكر الرجل انه قدم خدمه اضافيه. هل صديقنا مازن مرزوق هو من سيتولى إمرة الأمور ويعلن عنه مع مؤتمر إعلان جدول دوري المحترفين المصري اللي بنقبل إنه يتقال كده؟ وبالتالي يعني هيقدموهم على الجدول يا سيدي مثلا يا سيدي؟ لا قصدي لو بعدين برضه في نقطة، لو الجدول مش يعني يعني كان دايما الأهلي والزمالك بيتحط في ميعاد معين، أعتقد دي قرعة يعني غير موجهة، غير موجهة بشكل. ما أنا بقول لحضرتك يعني أنا طبعا مش قصدي نلاقيه فجأة زي ما أنت قلت مسابقة العلبة دي، لكن يعني يعلنوا ويعلنوا إنه مع المؤتمر هيحضر رئيس لجنة المسابقات التي تم تعيينه يومين ثلاثة أربعة، لكن لا أحد يجيب، لا أحد يرد.
اخر استفسارات قبل ما اجي لحضرتك، واكيد استاذ محمد برضو اكيد كان عنده طول اليوم على الاقل النهارده، مش هقول لك في ايام سابقه، استفسارات ومحاولات من زمايلنا الشبان اللي بيغطوا يا اخوانا، قالوا لنا يقول لك ما حدش قال غير ان المؤتمر بكره الساعه كذا، وبالتالي فعلا هي حاجه غريبه جدا، اكنك بتلعب استيميشن يعني، مش عارف ايه الحكايه. هل الجدول كامل بكره ولا بضعه اسابيع يعني؟ برضه انا بقول لحضرتك الجدول بيطلع لنا يعني يقول لك اول ست اسابيع في الدوري كذا 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 وبعدين ونواصل يعني. لا لا، اول ست اسابيع بدون ملاعب وبدون تواريخ وبدون ساعات فعلا بتوصل كده ويذهب يعني، اقول لك الملعب فاضي وميعاد المباراه فاضي طبعا. ويذهب الى الامن. ايه راي حضرتك ان انا جايب تصريحات امنيه انه اصلا زي ما قلت حضرتك قبل كده، وكان برضو انا وزميلنا محمد القوصي، انه الامن ليس لديه ولا مره مشروع كامل، يعني انتوا عاوزين ايه يوم ايه الساعه كام، وبالتالي هو اصلا منتظر ده، ما عندوش اي ازمه. النهارده حصل تصريح ان هناك افتراضيه ان يكون هناك جماهير، الكاف لا يمنع. طيب ده في المباراه النهائيه بتاع 27 ان شاء الله. طب ماذا يمنع؟ نحن نتحدث مع الامن. طب هل قلتوا للامن انتوا عايزين كام؟ هل قلتوا للامن اشتراطات يعني هتطبق؟ هيبقى بالزبط. في كاميرات وهيبقى في حجز اونلاين، او هتبقى بس مقصوره على قوائم من الانديه، من الجامعات العموميه صحيح. ام من الجماهير؟ لم يقدم احد للامن اي شيء، لكن الامن هو يعني الكفرنج اللي بيشتغل عليه مسؤول كرة القدم الحقيقة، بشكل ما بيديش حتى فرصة للناس انها تفهم في ايه، بينما الامن بيحمي بلد فيها انتخابات واعادات انتخابات وامتحانات ثانوية عامة وامتحانات جامعات، ايه تاني يا استاذ؟ فكر معايا، عشرات الايفنتات، مهرجانات فنية، يعني ايه تاني؟ كاس العالم كاس العالم لكره اليد، ليبيا قالت الاجابه، ليبيا قالت الاجابه مصر ونقلت ملعبها هنا صحيح. حتى عين اتلعبت بشكل الحقيقه يخلينا نقول لهم احنا اسفين يا ليبيا صحيح. لم يكن هناك مسؤول اللهم الا الراجل انا بريدة بصفته الافريقيه ذهب الى ملعب المباراه. يعني الحقيقه بحاول اجتهد ان اقدم يعني كلمه شكرا لمسؤول الجبلايه، اغلب الظن ان هم بيشتغلوا هم يعني بورد وموظفين، عشان كده بيقعوا في كل الاخطاء. ليه؟ ليس لديهم هذا الفريق الموثوق فيه على ما اتصور، والا لاعطوا لكل احد مهمته، يخرج للتصريح رئيس اللجنه بنفسه في موضوع كورونا، بينما هذا ليس عمله، او هكذا اتصور. على الاقل يا اخي تلاقي حد تعرف تعاقبه، يعني اذا كان هناك سمت خطا اقصد يعني، او تلاقي حد تقدر تثيبه اذا كان هناك ما يستوجب الثواب. ما يعني عندناش هناخد من ده كله تقييمنا برضو للجنه الخماسيه خلال عملها الفتره اللي فاتت يا استاذ محمد، اكيد برضو في بعض الايجابيات وبعض السلبيات، يعني هي فتره اكيد كانت صعبه مرت بها الكره المصريه، اللجنه الخماسيه ليها ما عليها، ويعني في سلبيات يعني وفي ايجابيات تقدر يعني سريعا كده الايجابيات ايه والسلبيات تمام. ايه بالنسبه للجنه الخماسيه؟ طيب عشان يعني نجاوب على سؤال حضرتك، دي هي اللجنه الخماسيه جت ليه؟ وكانت جايه بايه؟ وتكلفتها الاساسيه ايه؟ مظبوط. كان في تكليفين اساسيين رئيسيين عند اللجنه، اللائحه النظام الاساسي والانتهاء منها، واجراء الانتخابات لانتخاب مجلس اداره جديد للجبلايه خلال 4 سنوات يدير فيها الجبلايه. حتى هذه اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي اللائحه لم تتم خلاص، بس اجباري بعد ضغط شديد جدا من الفيفا خلال الايام القليله المقبله، قبل 30 نوفمبر وخلاص، قبل نهايه 30 نوفمبر هيتم مناقشه اللائحه يوم الاحد القادم بالظبط. اه يوم الاحد القادم، فهي اتاخرت كتير جدا، وعشان كده اتمد لها 3 شهور وهتعملها في اخر ال3 شهور، بما يشير الى انهم يعني في بطء شديد جدا في الانجاز وفي الشغل وفي العرض. كان المفترض ان تنتهي قبل اغسطس الماضي اللي هو كان نهايه ولايتهم الاولى، ما عملوش دي في الفيديو. الحاجه الثانيه فمدلهم تاني يعني، فمدلهم تاني الانتخابات طبعا، عشان اللائحه ما اتعملتش، الانتخابات ما اتعملتش، وكان المفترض ان اللائحه دي تتعمل في اول نوفمبر او اول اسبوع من الشهر الحالي، والانتخابات تجرى في اخر الشهر، لكن ما عملوش برضه. وتشعر وكانهم يعني متمسكون بالاستمرار في الاقصى مدى ممكن، لكن في تجديدات من الفيفا على حسم الامر ان في انتخابات بلا شك. دول ابرز حاجتين انا باخدهم عليهم، لكن احنا لو بصينا عليهم هنلاقي مثلا يعني انا شايف من ابرز انجازاتهم التقليص عدد الجمعيه العموميه، ده حدث مهم جدا، مهم طبعا، مهم جدا جدا جدا، لان كان في هو ده العدد المناسب لاقامه يعني جمعيه عموميه احترافيه، ولا برضو العدد
مقارنة باللي فات يبقى مقارنة خطوة باللي جيدة فات جدا. طبعاً مقارنة باللي فات خطوة جيدة وخطوة عظيمة، وأكيد هتصب في مصلحة الكرة المصرية وهتقلل من الضغوط أو الفواتير الانتخابية على اللي جاي. الحاجة الثانية عمل موضوع الفار، الحقيقة كان من الفار من الحاجات المهمة جدا جدا جدا، وخطوة يستحق عليها كل تحية وكل التقدير وكل الإشادة. يعني لو بصينا على نظام المسابقة، طبعا ما انتظمتش المسابقة وكان في يعني نوع من عدم الانضباط كتير في المسابقة. يعني أنا شايف برضو إن لائحة العقوبات اللي موجودة في المسابقة، وكنت أتمنى إن ده يكون من اللجنة دي اللي هي ما عليهاش أي فواتير انتخابية وشغالة من غير ضغوط، إن تعمل حاجة عظيمة لمصلحة الكرة المصرية، تتباهى الكرة المصرية وتفرض ده، ان يكون عندها مسابقات منتظمه وتفرض المواعيد على اي حد، ان يكون عندها لائحه ضبط وربط وتوقع عقوبات ولا تتراجع في العقوبات على اي لاعب مخطئ. لكن طبعا شفنا تجاوزات كتير، شفنا خروقات كتير جدا ما قدروش يتصدوا ليها. يعني دي بعض المآخذ اللي انا شايفها عليهم. هذا استاذ عصام، هي تقريبا نفس الحاجات، يعني لانه انت كان عندك فرص متعاظمه انك تأدي افضل، وطبعا في ايجابيات عشان ما نقولش يعني انهم يعني طحنوا بلا دقيق، يعني لكن الدقيق يعني ما يغزيش، حاولوا ربما يعني انهم يكون عندهم ملاءة من الوقت، مش بس للبقاء على كراسي إدارة الكرة المصرية، لكن بس القصة انه ده عم قوية اتحاد الكرة، كان يجب عليهم ببندين اتنين بس. طبعا لائحة واضحة، لانه حتى مع تخليص العدد نحن لا نعرف اي مسطرة استخدمت، اي معايير استخدمت، هل فكرة الأندية الشعبية هيتم الكلام عنها، هل ما يمكن أن يكون زي ما اتكلمت مع حضرتك قبل كده وبنتكلم في كل حتة فيسموه تنظير، هل هناك ترجمة لكل الاتحادات عشان اللعب المالي النظيف، علشان نبذ التعصب، بينما التعصب هو شيء محمود بدون ضربة كسر شتمة، بوضع كتلة من يعني العقوبات زي كل العالم، ألا يدخل أحد إلا ما عليه أمره. حضرتك لعبت في أوروبا، ما فيش واحد مش بالغ رشيد بيدخل الملعب وحده، لازم في مع التيكت ده تيكت حد معاه ولي الأمر، وكذا مراقبة الملاعب اللي النيابة العامة محامي الشعب بتأدب شديد لما ترجمها بعض الأفاضل سموها اشتراطات النيابة علشان أهل المحتوى ما عملوهاش. طب يلا نفذها، كان فرصتك الوحيدة والفريدة أن تتحدث أن الأندية التي تلعب قريا هيكون مظبوط عندها 5 أيام حسب الأيام يعني، وأن من لا يذكي الاستثمار والمكاسب ويستطيع بقى يجيب رود طيران يروح ماشي وحر، لأنه مفيش حاجة اسمها مصر إلا المنتخب، خلينا صحيح. نكون بكل صراحة زي كل العالم اللي مصر زيه الحمد لله، خاصة من عنواننا مصر الجديدة من 30 يونيو 2013 بقينا نسخة دولية حقيقية كابتن هاني. وبالتالي ما عملوش ده ليه؟ ده شيء الحقيقة صعب ان انت تقوله، ويصعب ايضا انه لما يطرح اللي احنا بنقوله ده يبقى احنا ضد اللجنة، يبقى احنا بالضرورة لا نقدر اشخاصهم مع انهم في الاغلب العامة اصدقائنا ونحن من يعني توجهنا نحو ان هذه الاسماء فرادة، كل واحد منهم كان بيحلم معانا. صحيح صحيح، صح ولا لا؟ مزبوط. ما اكثر ما جلس بيننا يعني صدقنا عمرو الجنين وتحدث انه يا سلام لو دون اتحاد الكره يوم، ما اكثر ما تفاهمنا مع محمد فضل يعني، والاسماء يعني والاعلام لا تعرف يعني كلهم كباتن واساتذه وافاضل، لكن ما جلس معك الا وقال لك نفسي اشوف الملعب ده زي ما بروح ماتش ليفربول من ساعه ما صلاح راح او غيره. ما اكثر ما تحدث الدكتور احمد عبد الله عن نسخة مصرية حقيقية ومصر التي تستحق وخرج نجومنا للاحتراف، دكتور سحر، دكتور جمال، يعني محمد علي، هذا الرجل الذي يمثل الجنوب يا كابتن هاني، وفي نفس الوقت يعني عنده الحسنيين، هو أكاديمي وفي نفس الوقت هو رجل عمل محترفا. طب بالله عليك ماذا يمكن أن تنتظر من هؤلاء غير نتيجة لا تقل عن 80 حاجة و80 اللي هي في أيام الثانوية العامة بتاعتنا كانت تودي برضو هندسة وطب وحاجات كده يعني. صحيح. يعني الحقيقة أن الموقف صعب والتحليل بيزعل والكلام مع ناس تهانة بقدراتهم، ومجرد أنك أنت تذهب نحو يعني الدين الحصاد زي ما أستاذ أوسي قال يبقى أنت غير محب وأنت مع الآخر وأنت تنتظر الاتحاد القادم. طب ما حدش عارف برضو احنا ننتظر الاتحاد القادم ليه؟ السؤال بقى اللي جاي للاتحاد القادم، ويمكن ملامح لغايه دلوقتي ملامح الانتخابات ما وضحتش بشكل كبير، يعني برضو علشان اللائحه ما يعني ما تقدمتش بشكل رسمي، وانت بتتكلم على 30 نوفمبر بتتكلم على تقريبا اقل من اسبوعين من النهارده، ولازم كل ده يتناقش وكل ده يتعلن، و
اخيرا ملف بقى الانتخابات، انتخابات اتحاد الكوره. في دروب صعب قوي هيحصل. عارف ايه هو؟ هم ما قالوش اللي هيعتمد اللائحه الجديده ال 209 القديم ولا الجديد؟ ابعاد الباقين عن المشهد، لكن مش يعني مش بيمشوهم من الكوره، لكن اللي هو هيبقى ليه حق، ولا ال 96؟ لا 96 لم يجيب احد. لا ما هو هو خلاص كده يعني مع نهايه الموسم، مع نهايه الموسم خلاص بقى من 96. مع نهايه الموسم القروي خلاص. يعني خلاص الدوري انتهى. فدلوقتي عندنا جمعيه عموميه في الاتحاد. هم 96 مش هيخشوا اللي تم ابعادهم خلاص. عاملين حاجه بقى دمها خفيف نديها لبرنامج البيت الكبير، عملوا الاجتماع في مكان لا يمكن الاقتراب منه الا وانت حامل دعوه، لانهم كانوا متاكدين ان ال 209 هيحضروا، ومعلومات ان بعضهم راسل الفيفا انه ما فيش معيار انتقائي وكذا، لكن الفيفا همه الاول دلوقتي ان الناس دي تمشي، يعني تمشي، وبالتالي اللي نجحوا فيه بذكاء شديد يعني. والمكان يعني ملوش دعوه بالقصه بالبلدي، بالعكس يعني هم قدروا يختاروا مكان ما ينفعش يعدي منه غير اللي معاه دعوه، الا لو بميعاد الهجره بتاعت الطيور، تخيل. وبالتالي يعني لا، ذكاء موقف يحترم فيهم يعني. استاذ محمد، برضو رقم 96 اعتقد مقارنه بقبل كده ده دي خطوه للامام، يعني خطوه طبعا لتحسين، يعني تحسين مش هقول لك اللي هو خلاص، احنا بنتكلم على انديه قريبه من الانديه المحترفه شويه، هي اللي بتاخد ملف او مسؤوليه تعيين من يدير كره القدم في مصر. ال 96 طبعا خطوه عظيمه جدا يعني، لان كان في طبعا يعني مراكز شباب وفرق لا علاقة لها بكرة القدم، يعني ليس لها ناقة ولا جمل في اللعب، وكانت بتدلي بأصواتها، صوتها زي صوت النادي الأهلي وزي نادي الزمالك وزي الإسماعيلي والمصري والاتحاد، ودول أقوى من يعني كانت الفرق العظيمة الكبيرة دي لا دخل لها في الموضوع. حتى مسؤولي اتحاد الكرة ما كانوش بيهتموا. طب ما انا الانتخابات كانوا يعني لما بقول لك انا هتم يعني اهلي وزمالك واسماعيلي، طب ما انا عندي كفر مش عارف ايه زي زي النادي الاهلي وده صوته في جيبي يعني. فكانت الدنيا محكومه بهذا. اعتقد ان تقليص العدد بهذا الشكل يعني الى حد كبير هيساهم في حضور مجموعه يعني ممكن تكون منتقاه او تنتخب بشكل جيد، او يكون الاختيار من ناس برضو عندها يعني عقليه، عندها قدرات، عندها امكانيات، عندها نشاط موجود بالفعل، فبالتالي تعرف تختار من يديرون الكره المصريه يعني. لغايه ما تعمل اللائحه يعني الناس مش منتظره اللائحه، اللي هم بيفكروا يبقوا موجودين في اتحاد الكوره. انا لغايه دلوقتي حتى معلوماتي، واعتقد ممكن الاستاذ عصام يضيف الى هذا الامر وينفيه، ان الحرس القديم برضه بيستعد للعود بدرجه كبيره جدا يعني. طبعا بنسمع عن وجوه جديده ستكون مفاجاه موجوده لما يفتح باب الانتخابات، لكن الحرس القديم غير ليس بعيدا عن المشهد. وحتى مساء امس كان هناك الحرس القديم مجتمعا ويخطط وينسق ويجهز للعوده بمنتهى القوه. تقريبا يمكن مجلس الاداره اللي كان في اللي اقيل في 2019 بعد الفشل في كاس الامم الافريقيه، تقريبا مجموعه مع بعضيها موجودين بنسبه كبيره جدا بيخططوا للعوده. خلي بالك يا استاذ محمد، ايا كان من اللي هيجي، اعتقد بقى في ملفات واضحه وفي امور صريحه واضحه للعيان، ان لازم اللي هيجي لازم يطبق ده، ولما ما طبقش ده اعتقد هتبقى علامه استفهام كبيره جدا. واستاذ عصام يمكن اتكلمنا في النقطه دي قبل كده، ايا كان مين اللي هيجي، مهمات لو واضحه ما يهمناش اسمه واضحة. لا بالظبط، بس انا يعني معذره اختلف مع حضرتك في هذه النقطه يعني. اصل احنا اتحاد الكوره او الجبليه لا تدار بشكل مؤسسي بشكل عام، وبالتالي ليس هناك ملفات في اتحاد الكوره من ياتي يشتغل عليها او يعمل عليها. ازاي يا استاذ محمد؟ ما فيش ملفات. لا يا كابتن، كل واحد بيجي بيشتغل بفكره. لا يعني احنا ده بنتمناه للكره يعني. يعني مثلا لو اتكلمنا عن منظومه زي منظومه النادي الاهلي، منظومه النادي فيها ملفات وفيها اتجاهات وفيها فروع وفيها حاجات، فاي حد بيجي بيصير في اطار اللي بيدور وبيدور ويمشي يعني. الناس اللي هتترشح دي هتقول قبل ما تقول البرامج العموميه هتقول لك احنا يفترض يعني احنا هنعمل 1 2 3 4 يعني. عندنا تصريح يعني. انت اهم حاجه لو حد يعني هيعمل لك حاجه زي كده، اهم حاجه هي تطوير كره القدم في مصر. هذا الملف ده حد ما ده اهم حاجه، اهم مسؤوليه. ده احنا ما عندناش غيره، ده لازم ده المهم. الملف الرئيسي، هل رايت حد بيشتغل في الملف ده بشكل اساسي، واللي بيجي بعديه بيكمل واللي بيجي بعديه بيكمل واللي بيجي بعديه بيكمل؟ هذا غير موجود، ما حصلش. لكن يعني اكيد اللي هيجي ما لم يطرأ علينا
فكره في هذا الملف اولا ثم باقي الملفات، يبقى فعلا كلنا لازم نقول بقى ان كده كبيرة. يعني انت لو ما عرضتش انتهت الفرص يعني الكوره في مصر، وما عرضتش لجنه الانديه المحترفه، لو ما عرضتش ان مسابقات تنتظم ما اعتقد ان اللائحه على مستوى عالي ومميز اداره التحكيم، اعتقد ان اللائحه اللي المفروض تظهر دي هيبان فيها كده، مش هيبان فيها بس شروط الانتخاب ان معاك بطاقه وباسبور ومش عارف ايه وايه، اكيد اللائحه دي هيبان فيها انه الانديه ستشكل ما يسمى بروابط محترفه، وان التحكيم سيصبح نسخه كامله من الفار، وسناتي بخبراء. اعتقد اللائحه لازم يبقى فيها كده، ما اللائحه حتى الان محدش يعرفها الا بعض الناس في الجماعه، بعض الناس في الجمعيه ال 96، بعض الناس وبكررها لحضرتك تاني، المفروض دي بتتبعت لل 96 نادي، المفروض تتبعت للاعلام كمان، حتى للاعلام عشان نبدا نناقش كل مؤسسه صحفيه مظروف كده يعني. يعني حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه يعني جدا، اذا كان الميل لسه يعني بالنسبه لهم بيضايق حد، فالمظروف الاصفر بتاع زمان ده اخر حلاوه، مكتوب عليه 5 شارع الجبلايه، يعني ممكن تتحط على موقع اتحاد الكوره مثلا تتفرج عليه والناس كلها تشوفها يعني، ويسحبوها حتى بسرعه، بس مش زي ما سحبوا يعني اي حاجه. بس يعني قصدي اقول لك يا استاذ محمد، يعني نصف معلومه، انا عندي خبر في القاهره 24، مهندس انا بريده يعني زارنا الراجل لنبحث معه القصه، يعني هو قال انه فاتح ذراعيه للتعاون، يفكر بجديه تصل يعني، لانه يعني نازل الانتخابات مهندس انا نازل، ما انا بقول لحضرتك تصريح بنسبه كبيره، لكنه لن يعيد انتاج تجربه قديمه يعني على مسؤوليته، وده تصريح الناس هتشوفه في القاهره 24، وده بيدي انطباع شويه ان اي مسؤول ايا كان باشمهندس انا بريده يعني قام بيها يعني طبعا. اللي عجبني في الجزء ده فكره ايه، انا حابب اشوف ملفات اللي عاوزين يعني ما يسمى يبقوا معاه او في قائمته، حابب اشوف ملفاتهم هم ايه، هم عايزين يبقوا معايا في انهي ملف. بس والله ما المهندس كان موجود، والملفات دي كانت مطروحه، والفكره دي كانت مطروحه، هو اتحدث يعني بقى عن النسخه اللي يعني النسخه يعني التي لم نرى يعني موجود فيها يعني. سمعنا كلام كتير وتصريحات كتير جدا، كنت متخيل ان المهندس هاني بعلاقاته الدوليه والقاريه يقدر يعمل تجربه كبيره جدا في كره القدم المصريه، لكن ده ما حصلش في الفتره، في متغيرات كمان كتيره يعني. والله شوف، هو عنده فرصته الاخيره في طموح الناس معاه، فرصته الاخيره لتغيير منطق ان المهندس هاني بريده حين ياتي لا يقدم يعني مش جهده، طبعا راجل بيحب بلده زي كل المصريين، لكن لا يقدم تجربه زي ما حضرتك قلت اللي هي جايه من اعلى القمم اللي هو بيقعد معاهم، وبالتالي احنا حتى كنا بنهزر معاه نقول له بنشوفك في الصوره مع بيكنباور، ما بتحسش بحرج لو قال لك ايه ابو الهن اللي عندكم ده يعني، فاهم قصدي ايه؟ فهو المره دي الكلام عن فرصه اخيره ليثبت ان هناك الكثير ما كانش قادر ان هو يعمله في وجود ما يسمى يعني بنسميها ايه احنا في الكلام الكبير عقوسي، ديناصورات حوله يعني، وبالتالي يعني انا طبعا بايدك في الكلام، لكن انا بنتظر كمان ان يكون هناك مش جابت معارضه وخلصنا، ان يكون هناك حد يتقدم برضه، وصدقونا يا اخي انه لو حد عنده بقى اللي قاله استاذ محمد داخل لنا بمشروع هنقول له تعالى يلا بينا نحن معك، وعنده آلية التنفيذ يا كابتن، لكنها ليست أحلامه خلاص على رأي الأستاذ محمد، يعني خلاص ده هيبطلونا نحلم يا راجل يعني. صحيح إزاي يعني، يعني قصة كلها كمان أربط ده سريعا يمكن بالحاجات اللي بتحصل في النادي الأهلي، والبرنامج الانتخابي اللي الكابتن محمود الخطيب وعد الجمعية العمومية بيه أنه هينفذ في توقيتات معينة من تطويرات، من إنشاء مثلا الفرع التجمع الخامس لبعض التطويرات، حتى تطوير قناة النادي الأهلي، بيبقى شيء في شيء كمان من الثقة شوية. ولاحظ من يتحدث عن كل ملف، الموكل ليه الملف بالظبط. وكان عندنا هنا طبعا يعني اعضاء مجلس الاداره، وكل واحد عنده ملف بيشتغل عليه، فانا طبعا المهندس محمد سراج كان موجود، كان عندنا رانيا علواني، كان عندنا بعض اعضاء مجلس الاداره اللي زي ما حضرتك او انت بنتكلم ان نفسنا ايا كان مين اللي جاي يعني. الباشمهندس هاني بريده خبره كبيره، وراجل على المستوى الدولي كبير جدا، لكن كمان الاهم اللي هيجي ماذا سيقدم، ماذا هيقدم، والاليه، ما هو الناس بتيجي بتقول احنا هنعمل وهنعمل، لكن الاليه ايه والتنفيذ ايه والميعاد امتى؟ ما انا ممكن اقول لك هعمل لكن ما بتدينيش ميعاد. انا بضم صوت يعني صديقي وزميلي العزيز القوسي، ان احنا محتاجين حد يقدم لنا ملف، يطلع بقى اسمه هاني بريده، يطلع اسمه يعني هاني رمزي، يطلع اسمه يعني عصام، يطلع اسمه محمد، عايزين ملف
وقدره التنفيذ يحط لنا المفاتيح يوريها لنا بعيننا. يعني ثم التواريخ من الملفات المهمه اللي بقينا بنسمع عليها فترات طويله جدا، يعني من ايام من 2011 تقريبا، اللي هي ملفه عوده الجماهير للمدرجات. طبعا كله بيلقي بالكوره في ملعب الجهات الامنيه وهي بريئه من هذا الامر طبعا. الله ينور عليك. يعني هل حضرتك انت يعني حطيت تصور هل حطيت تصور معين واضح ومحدد ورحت عرضته واتكلمت فيه وجهات الدوله رفضته؟ اعتقد التصور ده ما اتعملش لغايه دلوقتي، ومحدش عمل هذا التصور. هل حطيت قانون صارم ورادع يعني يتصدى لكل من تسول له نفسه الخروج عن النظام وعن النسق زي ما موجود في كل الدنيا؟ اعتقد ما كانش فيه جمهور مجرم زي الجمهور الانجليزي طبعا اللي كان عنده اجرام غير عادي. دلوقتي حد يقدر يعمل حاجه في الملاعب الانجليزيه؟ طب كيف وصلت الكره في انجلترا ان الجمهور قاعد وتحس ان هم مع اللعيبه في ملعب ما حدش يقدر يقوم من على الكرسي بتاعه؟ اعتقد ان احنا نقدر نعمل ده ونقدر نعمل. طب الناس دي قعدت ليه؟ لان في قانون وفي محاسبه. بنسمع كل شويه يقول لك منع هذا المشجع من حضور المباريات لمده 5 سنوات وتوقيع عقوبه عليه حبس وتقديمه للمحاكمه. اخر واحد من اسبوعين 3400 استرليني ومش عارف كم ماتش، ويروح مدرسه في حتتهم يقول كلام عن الفضيله. فين احنا لما نشوف بالظبط؟ فين احنا لما نشوف ماتشات والكراسي بتتكسر والدنيا والامر بيمر مرور الكرام، واللي بيتعاقب النادي هو اللي بيدفع ادفع. دون انك تجيب المجرم الحقيقي اللي هو يعني عمل ده. يعني هي كل الخطوات ان مفيش اصلا، انا ما بروحش للامن واقول له اتفضل مشروع ادي المشروع وحضرتك واطلب منه ان يزور الملعب. زي ما قال الاوسي، انا ازور الملعب اقول له الكاميرات هنا حضرتك، وهنا اقدر اجيب اي حد، الامن بتاع الملعب هيكون موجود، وهنا حضراتكم هتمروا، وهنا حضرتك بالظبط كده الكراسي مرقمه، ما حدش يقعد غير هنا. ومن البوابه دي وحد عارف من قدمها؟ قدمتها الشركات المصريه الوطنيه تذكرتي برزنتيشن اعلام المصريين امم افريقيا في امم افريقيا 2019. طب ليه ما ده ما يطبقش ليه في الدوري؟ يعني هيقولوا تدخل حكومي، هيقولوا تدخل حكومي. احنا مش تدخل حكومي، مش الدوله هو اتحاد الكره اللي يعمل اتحاد الكره بقى. الملف وضع عندك، وعندنا التجربه بتاعت روسيا بالنسبه لتذكرتي طبعا، كل دوت عن طريق خلاص الموضوع. انت عارف اللي بيخش الملعب عارف اسمه، عارف عنوانه وتاريخه، وممكن جدا تمنعه لو انت عندك شك ان ده هو مؤكد. منعاته وسيرته الذاتيه مش اي حد بالظبط. يعني مش اتحاد الكره اللي يعمل ده نفسه، هيجيب شركات متخصصه وتعمل له ده. اللي بتكلم عليه اتحاد الكره مش هيروح ياخد الجماهير ويامن لا انا هجيب شركه وانا عايز اعمل 1 2 3 4. في شركات موجوده كتير جدا في السوق، زي مثلا موضوع التذاكر الالكترونيه اللي اتحل مع تذكره تفتح باب كمان عمل رهيب، فرص عمل. ما ده الاحتراف يا كابتن، وده الاستثمار الرياضي يا كابتن اللي كل الناس اللي ما بتسميهوش، لكن ولا حد بيجي. واحنا الملاك الاصليين كجمعيه عموميه اللي هو الشعب المصري بقى، جمعيه عموميه للكره المصريه، يقدم لنا ده كله عايزنا نوقع على بياض. احنا كمان كجماهير احنا اتعاملنا معاه بمنتهى الرقي، يعني الناس كانت بتوقف طابور وكل واحد معاه الاي دي بتاعه وراضي جدا، والموضوع كمان واخد بروفيشنال. وانت داخل خلاص، انت داخل الاستاد معاك الكارت بتاعك وتذكرتك اتفضل. فالامور شايف ان الحل موجود، بس مين اللي يعني مين اللي يشتغل عليه؟ تمام يا كابتن. ده على مستوى الجماهير مثلا، احنا بنطرح افكار بسيطه جدا يعني بالزبط. تعالينا على مستوى اللعيبه اللي موجوده في ارض الملعب، امتى اصل لمرحله انضباطيه وسلوكيه واخلاقيه موجوده في مرحلتها؟ حط لائحه قويه. امتى اخلي اي لاعب رغم انفه ينضبط ويلتزم ولا يتجاوز، لكن اوصل لمرحله يبدا ضرب وركل وبسق وسب وقذف اللعيبه جوه ملاعب يبدا يقول لك وحركات بلطجه بتحصل تقرير الحكم. نشوف تقرير الحكم. شفت تقرير الحكم؟ احنا كلنا شايفين العالم كله شايف. احيانا بياخدوا بالفيديو واحيانا لا. يا كابتن هاني، كابتن هاني ولا واحد حاطط اي دي كارت في اللعيبه، مع ان كل واحد واخد بطاقه بالبتاع اللي عامله زي ما يسلم ممكن الميداليه دي تمام، ولا حد حاطط كمامه انا اسف يعني، الا بقدرات الانديه. يعني هتلاقي في النادي الاهلي، احيانا في انديه اخرى، لكن مفيش فرضيه من حد. وبعدين تلاقي مراقب المباراه والحكم الرابع رايحين يحلوا مشاكل كده. اي اجنبي هنا بيجري على الملعب لا، وهو يعني اجنبي ليس بكلاس ايه، وهم معدودين اللي بيجوا كلاس ايه، وده مش عيب، لكن ما يقدرش يعمل 10% من ده في دوري بلاده. احنا عايزين ايه تاني ومستنين ايه تاني؟ بتتكلم كمان على، لو انت اتكلمنا على الجماهير، اتكلمنا على اللاعبين، اتكلم على المسؤولين اللي بتطلع
يعني على مستوى المسؤولين. احنا بنفتح عناوين ملفات. انت بتتكلم مثلا على رايك دي عناوين ملفات محتاج يعني كل ملف من ده محتاج مسؤولين. لما نتكلم تصريحات المسؤولين والمدربين وتصريحات اللاعبين وتصريحاتهم على السوشيال ميديا الصفحات بتاعتهم والحاجات دي كلها كل ده المفروض موجود والناس تتحاسب عليه. يبقى انت عامل منظومه منضبطه. احمد حسام ميدو مشي من السعوديه يعني عشان تويتر طبعا. مين ميدو مشي من ده مش ده لا ده مش تويتر يا كابتن ده هو تعليقا على واحد بلفظ رد طبعا رد من يستطيع ان يتجاوز خلاص في ضبط وربط محدش يقدر يعمل كده تاني. مزبوط. لكن انا هنا يعني ده العمل ميدو ده بسيط جدا وهامشي اللي بيحصل عندنا. صالح النعيمه وكان من كان في الكرة السعودية وكانت الدولة السعودية تعده طبعا هو الأبرز وكان اسمه بيكنباور العرب وحاجات كده طبعا ومكانة كروية على أعلى مستوى وكان يعد لكادر ربما وزير وقتها وقد عصرت هذا مع بداية وضع قوانين للملاعب السعودية وهذه شهادة تاريخية. صالح النعيمة مدير فريق الهلال موجود في الملعب ذهب نحو المرمى في لعبة مختلف عليها ضرب الجزاء ولا لا اعترض على الحكم فقط بانه ركل القايم برجله الشمال عزل من مناصبه حتى اليوم لانه كان في الشهر الاول لوضع الضوابط. ويعني تاريخيا اللي بيسمعنا شباب اسالوا من كان صالح النعيمه في الكره السعوديه ولا العربيه وبالتالي يا كابتن اذا وضعت قانون يمشي على الجميع الكل يحترم ما اروع. ها ان شاء الله هيحصل لان انا عندي معلومات بقى مش بقى مجرد ثقه في بلدي ان الدوله شايفه بيزنس عنوانه الرئيسي انه صناعه امن قومي وصناعه باجه ويخلق عشرات الالاف من فرص العمل مش هقول مئات. هي بتدور بقى اللي قاله الاستاذ محمد من الذي يدير هذا الملف باحترافيه شديده فيفتح الكادر كاملا يا كابتن من اجل صناعه كبيرة قوي مبهجة قوي تغير مزاج العام لشعوب العالم وتضع من خلالها كل الضوابط. لكن هنقعد نحط عناوين رئيسية ونبحث عن المنفذ. المنفذ هم قوم محترفون يا كابتن هاني يختارهم قوم على برد. صحيح. والموضوع مش محتاج يعني اكتر من كده. لا الموضوع يعني لو جينا الموضوع مش صعب ويمكن ان شاء الله هنتكلم مع حضراتكم فيه بشكل مفصل كمان. انا عاجبني ان احنا بنواصل نفس الملفات الحقيقه يعني مش صعب بس نتكلم والناس تعرف يعني هو مش صعب وفي نفس الوقت مهم جدا. لك انت ما بقول لك خد المثال بقى خد مثال مباراه الاهلي والزمالك. هل يوجد حديث في مصر بين اي اثنين وفي اي مكان الا ماتش الاهلي والزمالك ده يعني بيرصد لك مدى اهميه كره القدم اللي احنا المفروض نهتم بيها. يعني الناس يعني بتتحدث عن المباراه بشكل خيالي. انا اتمنى المباراه ان شاء الله تمر بخير ان شاء الله ان شاء الله. المباراه يبقى فيها ضوابط ليس من انا اتصور هذا المباراه ما يكونش فيها ضوابط ليس من الاتحاد الافريقي فقط بل من الاتحاد المصري لكره القدم لان في النهايه دي صوره مصر اللي هتظهر بره. ده حقيقي. اي خروج اي تجاوز من اي لاعب من اي مسؤول من اي حد موجود في المشهد اللي هيتنقل للعالم لابد ان يكون في مواجهه رادعه قويه وتكون المواجهه دي استباقيه معروفه ان اللي هيعمل كذا بعيدا حتى عن العقاد الافريقي اعتقد ان ليها تصور معايا ممكن يحصل حفاظا على شكل مصر وصوره مصر لاني انا زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان اللي هيقف على المنصه جمهوريه مصر العربيه الدوله المصريه في كل الاحوال مكسب اكيد لمصر اولا واخيرا يعني مباراه كابتن لا تتكرر كثيرا ان يكون بالزبط. بلدين في نهاية قاره والملعب بلدهم يعني كمان فرقتين مش بلدين فرقتين من بلد واحده في استاد اخر. صحيح. لا المكان ملعب المباراه. عشان كده الاستاذ اوسي اللي هو حق انه يقول بقى ان المنصه في هذا اليوم ملونه بعلم مصر قد تفرح في شوارع حمراء قد تفرح شوارع بيضاء لكن العنوان الرئيسي مصر. ده اللي يتقال في مصر اولا وهنفضل نقول كده لغايه ان شاء الله لغايه المباراه ان شاء الله تخرج على خير في صوره تليق باسم مصر اولا باسم كيان كبير زي النادي الاهلي ونادي الزمالك ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا استاذ محمد بشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله على لقاءات قريبه باذن الله. دي طبعا كانت نهايه فقرتنا الاولى فاصل وبعد الفاصل الكابتن جمال مساعد.